بعد سنوات على دماره بسبب المعارك، ناظم الوروار وجسره يعودان إلى العمل مرة أخرى في مدينة الرمادي، وبكلفة إجمالية قدرها 7 مليارات دينار. أعيد ناظم الوروار إلى العمل، وقال رئيس صندوق إعادة الأعمار في الأنبار المهندس أنس العاني إن الأيام العشرة المقبلة ستشهد إعادة افتتاح الناظم. وكان تنظيم داعش قد فجر ناظم الوروار وسدة الرمادي خلال معارك طرده من المدينة عام 2015. المشروع أوشك على الانتهاء، وقريبا إن شاء الله خلال العشر أيام المقبلة سيتم افتتاح هذا الصرح العظيم الذي له فائدة في عموم القطر، كودا أنه سد يتحدد من مناسيب المياه التي تتجه نحو المناطق جنوب العراق وسدته وناظم الثرثار. بالحقيقة اهتم صندوق إعادة الإعمار المناطق المتضررة في هذا الصرح، كود أنه صرح مهم. تضرر العديد من الأجزاء، منها 7 دعامات كونكريتية بشكل كامل، 11 بوابة منزلقة بشكل كامل، منظومة الرفع 11 منظومة رفع أيضا، وهذه المنظومة كل منظومة مؤلفة من الأبراج الحاملة مع السطح الحامل مع منظومة الرفع المؤلفة من الجير بوكس، بالإضافة إلى درامات عدد 2.